حذر عالي جدا من قبل نادي اليرموك خاصة. وعد بشاب يلعب كرة إلى كارلوس بيتقدم بيحطها بالجول. الله 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 الله. حلوة حلوة حلوة. عذب شاب صنع هدف جميل إلى كارلوس أندريس الكولومبي في لمسة جميلة بانفراد سريع. ليس زايد ليس زايد بشوطة جول يسجل التعادل فيصل زايد. مؤثر جدا على تحرك لاعبي نادي الكويت. والحذر موجود والكره محاوله الى سامي الصانع لصالح نادي الكويت. تنحط بالراس يوسف ناصر. الله حتى براسه يوسف ناصر حتى براسه يوسف ناصر ولقى الحل نادي الكويت مع يوسف ناصر. وتب لصالح نادي الكويت تبعد ومتابعه موجوده لصالح نادي اليرموك. نغله الى كارلوس اندريس الانفراد ممكن يحطها بالجول ممكن يحطها بالجول. الله وليش مو ممكن كارلوس اندريس يحطها بالجول. لاعب جميل لاعب ماكو مثل الحقيقه يوقف صح وينفذ صح ويسجل هدف بكل قدرة واستطاعة جميلة الحقيقة دي كارلوس كارلوس الكولومبي. يوسف الرشيدي كرة مكتوعة زنكي بيحط كرة قوية. الله الله يا 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 سلام يا سلام. أحمد الزنكي ثاني كرة يحطها بقوة ثاني كرة يحطها لكن هذه المرة حطها بالجول. أحمد الزنكي حطها بالجول حطها بالجول حطها بالجول بدقيقة 76 كرة خارج. مهدي بن رحمة اللي يزيد الأهداف. مهدي بن رحمة مهدي بن رحمة وجول رابع لنادي الكويت. جول رابع لنادي الكويت بيسجله مهدي بن رحمة بنجاح مع احتساب ركلة الجزاء الثانية في المباراة بيسجل وكانت بأسلوب وقراءة يوسف الرشيدي.